مرحبا. كيل دومبلاس سواء كان متناوب او زوجي مائل على المصطبة المائل. هنا اهم شيء عندي بالفيزياء، هنا ارخي ايدي، ذراع القوة، هذا ذراع القوة يقابلها المقاومة، يكون بالتوازن. اوكي ابدي واحد رأسا تقبيض ويا تقبيض، ماكو انبساط اولا. اثنين، من الاخطاء الشائعة انه امد ايدي لفوق. اوكي لا، انه واحد. اوكي الغرض من التمرين من ارجع ايدي لي وراء انه اشغل الرأس العلوي، فانت من تقدم ايدك حتشغل الرأس السفلي ويا السواعد وحينخذ التمرين منك، فلذلك دائما ايدك راخية مستقيمة. واحد اثنين، الراس حاول انه ما ترفعه، يعني اخذ بدون اخذ. هنا من الاخطاء هذا يسبب لك ضغط على شبكية العين وعلى الرقبة. اخذ التكنيك الصحيح، شوف مستقيم وبراحة ايده، ما ياخذ ايده لفوق. شكراً.